الكرم والشجاعة، مراجل النخوة والصدق، مراجل العقل والحكمة، مراجل الهوسة ورباطها، مراجل. حياكم الله أعزائي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة طليعة الفضائية ومتابعي برنامج مراجل بنسخته الثانية، مساكم الله بالخير ومسيت العافية عليكم. حياكم الله ومسيت العافية على عيونكم أحبائنا ومشاهدينا ومتابعي قناة الطليعة الفضائية. الحبيب أبو علي الصالحي، حياك الله. أهلا وسهلا يا أبو علي الصالحي، ما هلا دموع، شرفت وما كلفت، يحفظك الله، كل الهلا، شرفنا أستاذ العزيز. شكرا للطليعة، الله يحفظك. شكرا المراجل، ولو قلت مراجل قلت سيد حامد وقلت عدنان البركي، الله يرحم والديك، حياك الله. كذلك أجبل ترحيب بالرائع والمبدع الساعدي العزيز، الله يعزك وبارك، حياك الله أنور، الله يعزك، كل خطوبة لفلك شرفت ما كلفت، رئيس رابطة مهاويل كربلاء، وهذا الاسم الثقيل أكيد، كربلاء الثقيلة، شعرا وإبداعا، طال عمرك، كل خطوبة لفلك. هلا وكثير الهلا يا أنور الساعدي، شرفتنا، حياكم الله وكثير الهلا. عمرك مولاي. اليوم حقيقة ضيوفنا يا أبو عراق أعلام من أعلام كربلاء، أكيد، وأسماء مهمة في وسط الأهزوجة بكربلاء المقدسة. أحبتي المشاهدين، وبعد الصالحي هذا الاسم الثقيل الموال العباس، عفوا سيدنا، مجرد ما تقول كربلاء هي يجي الإبداع، يجي التضحية، يجي الشعر، يجي الخدمة الحسينية، يجي الكرم، فكربلاء هي كل معاني السمو والإيثار. طبعا الأحبة المشاهدين يعرفون معنى كلمة مراجل، أكيد مراجل تنطوي تحت هذه الكلمة الكرم والشجاعة والجود، كل معاني الإنسانية تحت مفردة مراجل، كل ما هو حسن، نعم، ينطوي تحت هذه الكلمة، نعم، اللي هي لعله البعض يتصور بأنه المراجل يشيلك تفقى والضارب، لا لا لا, لا أبد، مفهوم خطأ أبد، من خلينا هذا الاسم خليناه عن دراية ودراسة، ولكن اللي من نقول كربلاء نقول هذا الاسم مراجل اللي تنطوي كل بعد، يا كربلاء الحسين، أكيد كربلاء الحسين. نبدي ويبو على الصالح وكثير الهلا، تامر أمر، طال عمرك، ما يمر عليك ظالم لا يمر عليك عدو، الله يسلمك. اسم كربلاء كلش هواي علينا، من النقلة تستاهلونه والله، لا مراجل الله يحفظك، لازم نطيه حقه وانت راعي الحق والنعم، الله يحفظك ويسلمك، يعزك الله على اشراف الوطية الطفي المعون، نعم، على اشراف الوطية الطفي المعون، المثل سيوفهم كانوا، اها الله الله يلمعون، الله 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 الله, 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 الله. على اشراف البرية الطفي المعون، المثل سيوفهم كانوا يلمعون يلمعون، الدهر من دير تديره يلا، الدهر من دير تديره يلمعون، مروا لا شاتل من نال وميه، جميل، الله يسلمك، الله الله الله، وطشرنا وراكم على الخطى عيون، نعم، اعلك الخطوة نحط اثنين باثنين، الله الله الله، طشرنا وراكم، وطشرنا وراكم على الخطى عيون، نعم، اعلك الخطوة نحط اثنين باثنين، يا سلام، او نار او صهيل خيولهم فرهود فرهود، نعم، او تفرهدنا مثل زاد المجاني، اها الله، صهيل خيولهم فرهود فرهود، او تفرهدنا مثل زاد المجانين، او ركضت نارهم ركضه على الخيام، أها، مثل ركضه الشيب بوجه الحسين، ولاها 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 ولاها، او ركضت نارهم ركضه على الخيام، مثل ركضه الشيب بوجه الحسين، الله اكبر، او النار بخيمه زينب تركض، ها النار بخيمه زينب تركض، ركضه الشيب بوجه الحسين، الله 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 يا ابو علي، ضاق الطف كأني بالحسين يكلم زينب عليه السلام من المنحر، يقلها ضاق الطف أصبر وانتج عليك وعلي، شتفيد وانتج وانتج عليك، الله 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 الله، جميل، ضاق الطف، أقرب علي، الله أكبر، الله يحفظك سيدي، الله الله ثاني، الله أكبر، ضاق الطف وصبر وانتج عليك وعلي، شتفيد وانتج وانتج عليك وانتج عليك، شلون التم يا زينب، الله الله، شلون التم يا زينب، وانتج عليك عليك، وانا عد الخيول ضلوع لي، الله الله، ضميهن وراك الشام لو انعدك وشال دموع، نعم، انا انحسمت قضيتي وانتهى الموضوع، ضميهن ضميهن وراك الشام
لو نعدش وشال دموع وانا انحسمت قضيتي وانتهى الموضوع يا زينب بعد فيدك بيش لعد الخيول ضلوع يا زينب بعد فيدك بيش لعد الخيول ضلوع هو هو بروحك ما وصيتش عليهن هو بروحك ما وصيتش عليهن زينب ضم العلويات بروحك الله يحفظك سنت ابو علي الله 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 ولأبي الفضل العباس عليه السلام اقول يا عين الحسين اللي على الخيم ناطور العركة شيب كبرك خذت أكبر دور جميل نعم يا عين الحسين اللي على الخيم ناطور العركة شيب كبرك خذت أكبر دور يا العباس أظن وازن وبيك القاع خاف بناس هالطيحة حسين تغور نعم يا العباس أظن وازن وبيك القاع خافوا بناسها الطيحة حسين تغور لو أن بقبر واحد جثة العباس جاء ظهر الكرة الأرضية بيه كسور جميل يا أول جسد ينهك قوى المعصوم نعم يا أول جسد ينهك قوى المعصوم ثلاث مرات تتشيع الثلث قبور الله 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 يا أول جسد ينهك قوى المعصوم نعم ثلاث مرات تتشيع الثلث قبور هو الرابع يا العباس الراسك هو الرابع يا العباس الراسك زينب هم سوت تشيع الرابع يا العباس الراسك زينب هم سوت تشيع الرابع انت ابو علي ما قصر الله 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 بعد كل هذا الجمال ننتقل إليك يا أنور الله أكبر واكيد انور النور ومنور فدوه روح الله يرحم والديك هلا بنور الف هلا الله يشرف بك شكرا لقناه مراجل تستاهلون شكرا لحامد الجمراوي الله يعفو العفو الله يحفظك العفو العفو على لسان السيده زينب عليه السلام سلام الله عليها تقول ناديت نحو الطفول ناديت نحو الطفوف بدمعة جارية ما أخي أبا الفضل أما تسمع ندائي حرقوا خيامنا والنار لاهبة وصهي إلى الخيل قد أرعب الأطفال مالي 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 معينا والحسين مخضبا وسيوف الدهر قد سلت بأحشاء زينب تقول حيلي حيلي يا دنيا ايش عندك من سيوف يا دنيا يا دنيا ايش عندك من سيوف حيلي علي ولا لفان محب حيلي حيلي ذكرت عباس عباس اخوي وباد حيلي حيلي وذكرت الراية من طاحة رمية ولا 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 ويلي خيامي خيامي زينب تقول ظلام اللي العس عسلي خيامي يرد للماي ما ريده خيالا خيامي خيامي دوت نار العدو حرقت خيامي خيامي ايش حالك من تروح اختك سبيه زينب تقول انا صاب النهر ناديت وعيني شابحة وتدمع وينك يا قمر عدنان علي تتحزم وتفزع ويلاه ويلاه انا صاب انا صاب النهر ناديت وعيني شابحة وتدمع وينك يا قمر عدنان علي تتحزم وتفزع حرقه وخيمة اختقوم والله وبنار العدة تلسع الشمر ثن على صدر حسين واشوفه بالنحر يقطع والله الشمر الشمر ثن على ظهر حسين على صدر حسين
واشوفه 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 بالنحر يقطع والله واشوفه امه بالنحر بالنحر يقطع يقطع وخيل الاعوجية تدوس صدره وبالفلم وزاع خدر خدري خدر بهيبة العباس خدر بهيبة العباس شان بذهب يترصع نعم والله والله خدر بهيبة العباس شان شان بذهب يترصع العفة العفة وهيبة زينب شعرت شارب من عباس العفة وهيبة زينب شعرت شارب من عباس العفة وهيبة زينب قدر عالراية يحملها بس عباس كان بروحه شايلها الله الله كان يجيب زينب تقعد بظلها والله كان يجيب زينب تقعد بظلها ومثل اخت الراية مباريها الله يباريها القمر والراية رايته نعم ما طاحت من ايده وهي مثل اخته الله الله منها القمر والراية حاضنته وما طاحت زينب من ايده والله والله حاضنها القمر والراية حاضنته وما طاحت زينب من ايده يباريها القمر والراية رايته ما طاحت من ايده وهي مثل اخته حاضنها القمر والراية حاضنته وما طاحت زينب من ايده ما طاحت الراية انطبعت بشفه نعم ومثل زينب قدرها الهيبة والعفة بلواء حسين قائد حيدر مكلفة وبعيونك زينب خليها جميل حط اخته بعيون الكافل وقلها وحق قاعد طف يا زينب راح زلزلها ومن عمامتك اضعلك شدلها وليقرب صوبك وحد يومه وليقرب صوبك وحد يومه وليقرب صوبك طيب الله انفاسك سنت يا انور اخويا صاحبك ابو علي بعد صاحب ابو علي انا وياه ابو علي اخو عبد الرباط شلون انت جدك؟ انت لو يلا يسولف جدك جد بطابق ثاني فيه الله جميل جميل اخويا كل احنا دونهم بطابق ثاني فيه بطابق الارضي اكيد الله يعوضك يا ابو علي ابو علي لك سولف على موروث كربلاء بالاهزوجه حصرا سيدنا الاهزوجه بس اكمل سؤالي نعم تفضل سيدي موروث كربلاء في الاهزوجه حصرا الكل يعرف كربلاء في الآونة الأخيرة تصدرت إلى الساحة إعلامياً بالإهزوجة نعم يعني مو أنفي ما موجود نعم. موجودة هوسة لا تصدرت في الآونة الأخيرة إلى الساحة إعلامياً ولكن لم يتصدر موروث إلى كربلاء لماذا؟ سيدنا ولا يهون أبو عرار يسلمك الله بعد طيب الموروث كربلاء زين. موروث هي إهزوجة منبرية إحنا ما نستخدمها بالميدان صراحة صحيح أحسنت واضح؟ ولا مكتوبة وموجودة ولذلك يعني إذا تقدر هسه تدخل موجودة أكو شعراها معروفين مثل كاظم منظور كاظم من عمالقة هذا اللون من عمالقة هذا اللون صحيح أنا هذا الجواب اللي أريده أحسنت يعني كاسيتات الله يرحم الكبير حقيقة وأستاذنا كاظم منظور كربلائي هو رقم من أرقام الشعر المنبر العراقي حقيقة والشعر الحسين العراقي ركن والشعر ركن الشعبي ركن ركن أيضا مهم نعم كذلك الله يرحم كاظم منظور يعني اذكر انا كاسيتات اسمعها فهذا الجواب اللي اريده الله يحفظك في الاهزوجه كربلاء كيف ترى كربلاء الان افضل ام السابق بلا شك افضل الان نعم. ليش افضل لان طلعت اهزوجه صوريه اهزوجه لها صداها بالمحافظات نعم انسمعت يعني زين اي خلنا نسمع منك اهزوجه ولكن بعد المول اطلوق هن من الصفير ينز نعم خوش المو بسريج يابس خاطره مخبز الما بخر الشارب امس بالبارود هسه يريد عفيه الفكره ما يفرز نعم الما يعرف الفرضه من الشعيره شلون ما بخر الشارب الما بخر الشارب امس بالبارود هسه يريد عفيه الفكره ما يفرز الما يعرف الفرضه من الشعيره شلون
ياخذ مجد واد ما وهم يخبز الطاهن صدر حق الله كون يصير سبطاين عقلهم موش من مرعز الطاهن صدر حق الله كون يصير شراني ابو علي سبطاين عقلهم موش من مرعز سبطاين طب النار وسولف عنك حط النار وسولف عنك طب النار وسولف عنك طب النار وسولف عنك عايز غيره وتحكي عليه الله 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 احسنت يا ابو علي احسنت ابو علي احسنت الله يخليك الله يحفظك سيد باقينا دقيقتين دقيقتين اي عندك سالفه لو اخذ انور لا اخذ انور لو اليوم انت بغير عليه بالسوالف انا غير عليك بالسوالف اي الله خذ اسمعنا الله يحفظك بس ما غير عليه غير اشياء الله يحفظك كل خير وبركه سيدنا كل من عقاله على راسه وذاك من ذاك العجيد نعم وهسه دار الوقت بينا والخشب قص الحديد للأسف كل من عقاله على راسه وذاك من ذاك العجيد وهسه دار الوقت بينا والخشب قص الحديد جميل الخسه صارت والنذاله وبربعه تمشي ويا الوريد للأسف الخسه صارت والنذاله بربعه تمشي ويا الوريد والصقر مكسور جنحه وحاله من حال الطريق والله والصقر مكسور جنحه وحاله من حال الطريق الحرجنا حمسبك والغربان الطير عليه الحرجنا حمسبك والغربان الطير عليه الحرجنا حمسبك وصلنا للفاصل يا سيد احبتي المشاهدين نترككم على جمر الانتظار بعد الفاصل رجعنا معكم احبائي متابعي برنامج مراجل النسخه الثانيه مشاهدي قناه الطليعه الفضائيه مساء المحبه على عيونكم كذلك اجمل مساء على عيون ضيوفنا ابو علي الصالحي كل الهلا يا ابو علي الصالحي اهلا وسهلا على راسي كل الهلا يا انور الساعد اهلا وسهلا اهلا بكم احنا من الساعه سمعنا من انور الساعد خلنا ارجع ويا ابو علي الصالحي حياك الله ابو علي الصالحي انا سامع لك سالفه للمرحوم الشيخ بدر رميض الله يرحمه الله يرحمه تحياتنا لعشائر ابو صالح وعائله بدر رميض ايضا تحياتنا لجناب الشيخ صباح فارس البدر كل التحيات والتقدير كل التحايا اللي هم اريد اسمع السالفه حياك الله مولاي طال عمرك كثير هلا بك الله يحفظك بزمن المرحوم الشيخ بدر الرميض كان يجي قاري من النجف ما كانت اكو هيك يعني قراء بالمناطق وكذا قليلين والمناطق صغار هي يجي من النجف يقرا بالمضيف يوصل قبل محرم سبعة ايام بثمانية تدري هاي استراحته فذاك اليوم اجى الصبح خوش اكو سيد بالمنطقه بي. السيد من سادتنا يجي للمضيف اي يتقهوى يومي الصبح السيد كان شويه ملابسه رثه على قد حاله احسنت اي ها السيد يوم يجي متعود الشيخ يقوم عنه يقعد على الشداد الشيخ بدر الرميض والنعم يقعد على الشداد ذاك اليوم اجى لقى الجهه اللي يقعد بيها السيد قاعد بيها الشيخ المؤمن القاري المؤمن احسنت فقام عنا الشيخ بدر الرميض وقعد السيد بمكانه الطمكان للسيد احسنت نعم والله ونعم فمن قعد على الشداد وصار يم الشيخ والشيخ شاف ملابسه شويه رثه تزحزح عنه ها لتشح الشيخ بدر الرميض الشيخ المؤمن نعم المؤمن دلنا عن السيد لا واضح محسن لا حول الله من ورا ما تغدوا شو ماله يبزيز بعد من ورا ما تغدوا بعد مؤمن أحسن الشيخ غالي عبيدة قعدنا الشيخ اجى قعد قدام الشيخ المؤمن قال له شيخنا عدي طلب قال له تفضل محفو قال له عدي ابن حسن اريدك تاخذه وياك للنجف حسن يا ابن تلقى الضيف حيبي وعسى زائد البخيل اسمه حيبي يا جمع ما لو راح حيبي سعيد الحفظ عظم الردي اريد تاخذه وياك للنجف يشد عمامه نفس عمامتك بيضة هاي شي كلفني بذاك الوقت قال له محفوظ يكلفك 80 دينار قال له اعطيناك 100 خوش حكي قال له وبعد عد طلب قال له تفضل
قال لي اريدك تاخذ حمد وياك بس اريد عمامته سود هنا الحكم نعم الله قال الله قال له محفوظ ما يصير قال له شنو ما يصير قال له لازم ابو علي بن ابي طالب وام الزهره ام الزهره تجسيدا لهاي القصه زين انطى قال انطيك فلوس بعد هسه هو القصة القصيدة السولف أي. أنا الشيخ أقدر أسوي شداده شيخ أقدر أسوي شداده بس مال سيد شداده ما ما يصير أحسن رد تاخذ حمد ويرد لمثلك كون نفس عمامتك لابس ونفس اللون نعم والمبلغ زهيد الردة سهل يهون بس كون يرد عد عمامه اي حمد وبعد عد طلب تاخذ حسن وياك إيه؟ يرد بعمامه سودة مو مثل شرواك والمبلغ زهيد الردة سهلة وهاك بس كون يرد لابس سودة قال له محفوظ أول طلبتك سهلة صار بصار نعم بس الثانية تحير الما يحتار كون أم الزكية ووالد الكرار بالسودة الحوزي توجونه قال للشيخ تروح وقل حوستك موش ساير ناس ابن بدر الرميض للكرم مقياس إذا رد شاد سودة الشاهد العباس اطيك الديرة وما بيها قال له محفوظ لو مديرتك لو تط كل الكون نعم الله وآل بيته وحوزته يرفضون نعم الله يحفظه لو مديرتك لو تط كل الكون الله الله وآل بيته وحوزته يرفضون المؤمن النسب سيدي يصير شلون من فوق الله مفضل السادة قال له إذا الله المفضل هم علي وعليك نعم كعنا التزحزح ما تقل شبيك الله الله عيدها عيدها هو ما يقصد السيد قال ليش زحزحت عنا إذا الله المفضل هم علي وعليك كعنا التزحزح ما تقل شبيك هذا ابن الزكية لا يشور بيك ومراد تراب بهدومه الله الله يحفظه الله الله يا ابو علي شكرا يا ابو علي الصالحي الله يحفظك سيدي ابو علي الصالحي انت بتناول الموضوع بتناول صح صح ورائع وجميل ومتكامل الاطراف تستحق التهنئة والله العظيم تستحق وتعرف انا من النوع اللي ما يجامل الحقيقة لكن تناولت الموضوع بحذافيره وبدقة عالية فأهنيك يا أبو علي شهادة موفق يا أبو علي موفق أنور الحبيب هلا يا أبو علي أسمع منك وبعدين أسألك إيه أنازع والربع بالحالة الشفة عدهم بالنميمة وبالطعن حرفة حرفة صرت لهم ستر لا خفت يلذقون نعم طيب ما تعرف العاهر قيمة العفة أكيد اللي قرص البرد يعرف معزة النار يتأمل شرارة وبيها يتدفى حلو ما نرجع بعد يا الخنجرك بكفاي ومثل حرب البسوس وياك ما تصفى ما تصفى عطوة ولا يطيك الزير هو عطوة ولا يطيك الزير هو عطوة ولا يطيك الزير بهايك ليب موصي عفية ولا يطيك الزير بهايك ليب موصي عفية عفوا نور الساعدي حي الله السواعد الف هلا حاب اسالك عن رابطه مهاويل كربلاء شويه سولف لي عن هاي الشباب اللي موجودين عندك شو كنت شكلتوها شو كنت انت تسلمت هذا المنصب يعني الله يحفظك الله يعزك وعراك طبعا تحياتي لكم الله يسلمك يا عزيزي وللمصورين الله يسلمك بالنسبه لرابطه مهاويل كربلاء تاسست عام 2015 نعم كل التوفيق كل التوفيق ان شاء الله فكانت رابطه عاديه نعم اي بعدين انتمينا للاتحاد الشعراء اي اتحاد الشعراء الشعبي الرسمي فرع كربلاء نعم فصارت منتدى نعم من صارت منتدى قامت الروابط يعني كثرت بعد الروابط والمهاويل اخوتنا الموجودين نعم فيعني الحمد لله والشكر بها اسماء هم كربلاء يعني بها اسماء حلوه انا طبعا اكيد اذا اقول لك اعد لي اسماء كربلاء راح هواي اسماء تضيع بها بس انا اطلب خمسه تطرحهم للناس هم كلهم يستحقون انا متاكد كل الناس اللي منتمي لكم هم يستحقون لكن بعدها تعرف سياسه برنامج قلت خمس اسماء اي تختار تشوفهم يكون يعني يستحقون يكونوا في هذا البرنامج او برنامج غير هذا البرنامج يعني ضيوف صالحي والنعم
والنعم مرتضى البدري يستاهل والنعم. هذا مرتضى الشاب نعم هذا مبدع هذا احبه مبدع مرتضى الف تحيه لمرتضى البدري المبدع تحيه احمد المرشدي والنعم والنعم مصطفى تحياتي له تحياتنا رحيم السعد هذا راس واكيد نعم. كل اسماء الرابطه اللي موجودكم كل تحيات لهم الله يسلمك ممنوع لك شكرا جوابك يا حبيبي الله يحفظك شكرا يا انور السعد خل ارجع ويا ابو علي الصالح ابو علي الصالحي حياك الله بس اريدك تركز وياي بالسؤال وكون يوصل لك صح كربلاء كثير المحافظات اجتها نعم تمام كثير محافظات اجتها نعم واليوم كربلاء تعتبر شدة ورد نعم يعني اليوم انت صالحي انور ساعدي يعني مو مثل باقي المحافظات مثلا سما وبيها بنحكي زين ما هذول كهم بس كربلاء لانها مركز ولانها مدينه مقدسه ولانها مدينه تجاريه فتقصدها الناس فكل ما بالموضوع الهوسه السؤال هنا هل هناك هوسه لكربلاء معينه ام اتت الاهزوجه من المحافظات الى كربلاء سؤالك طيب طبعا مثل ما تفضلت أي. كربلاء هي عراق مصغر شكرا مو صحيح احسنت اما هوسه الكربلاء نعم موجوده نعم نعم موجود لون كربلائي يسمى لون خاص يسمى لون كربلائي شنو هذا اللون سمعني هل مش هو قبل اكثر من دقائق سالتنا علي اللي هو اللون الهزوجه المنبل اللطميه اللي هاي الثلاثه وكذا اللي هي رباطها لطميه لا رباطها لطميه نعم. تمام ممكن اللحن شلون هاي نابل مو هيك لو انا إذا حافظ لحن أو حافظ لك أحافظ والله لك والله ما يحضرني نفتك وطلبك كلمة الخوة أي وخبرك بالعطش بعيالك السوة هاك اخذ الطفل عطشان يتلوى والجودك تترب عيونه والجودك تترب عيونه أيوة ربطها شكل آه هذا هذا لون كربلاء نعم خل أسمع منك ولذلك أنا سنكتب أكثر من لون نعم المحمداوي والحشيمي والفراتي خل اسمع منك يا ابو علي من هل عد محاتش تدلل متيه الطريق ولف نعم من هل عد محاتش تدلل متيه الطريق قال احذر من خيالك لونه يشبه للغميج اها ورافج الرايه على رايك يقرب عليك الطريق قال احذر من خيالك وقال احذر من خيالك لونه يشبه للغميج ورافج الرايه على رايك يقرب عليك الطريق وتشهب البيت المشطر لا تجرب للفريج اجهب البيت المشطر لا تجرب للفريج وسامح بوقت المسامح واترك الحكي العتيج نعم سامح بوقت المسامح واترك واترك الحكي العتيج هو ليش تكلف عد الفاهم هو ليش تكلف عد الفاهم ما تهواه اصحاب المايل الله 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 زيدني يا ابو علي زيدني بعدنا ولام خالط انا ذا كان نعم بعدنا ولام خالط انا ذا كان انا ذا كان اللي يتهدى الهدال بهده اخوانه نعم اقتلتني غير تتمنيت بيها الجام وكح من العمر ما صرف نردانه الله اسوي الغانمه والعافيه للممذور انا الخربان مدري الناس خربانه لا والله الناس اسوي الغانمه والعافيه للممذور انا الخربان مدري الناس خربانه هو الشط محتار بردهن هو الشط محتار بردهن من قد ما ذبي زينات الشط محتار الله 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 سمعني الثالثه سمعني خادم الله يحفظك طال عمرك بمقياس الرجال اصناف نعم خوش اشداده يصح وككر خان زين وما نقدر نقول عبيد ثلثين الحكي خربان بمقياس الرجال اصناف زين اشداده يصح وككرخان نعم وما نقدر نقول عبيد ثلثين الحكي خربان الزلمه العايزه وجدان منين نجيب له الوجدان الزلمه العايزه الوجدان منين نجيب له الوجدان بسوق البخت لا ينباع ودوامو عد بن حيان بسوق البخت لا ينباع ودواه موعد بن حيان هو بنادم حيل احسن له وهو بنادم حيل احسن له يموت ولا وجدانه يموت بنادم الله 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 ما بقى عندنا رد اسمع هوسه من عندك حتى نختم
هوسه وحده؟ اي نعم. عاينتش كثر وتلفتت للراح. نعم. لحد ما جفن عين السايل ودمع. اها. وقضيت سنين عمري للتعب منذور. اها. اشتل والرفاق بلا ذنب تشلع. جميل. وكت منا انتفض مار الدخال السيف. اها. الى ان ما اشوفه من الدم منقع. جميل. وكت منا انتفض مار الدخال السيف. اي. الى ان ما اشوفه من الدم منقع. اها. وما من القمر وش ما سطع بالليل. أها. يجي وقته وتبلع الحوته من يطلع. وما غرن القمر. ايه. وش ما سطع بالليل. يجي وقته وتبلع الحوته من يطلع. ألم لمبر ربع مثل ليل مخرزات. ايه. بظلام وانا جازف والقط واجمع. نعم. ألملم بالربع مثل ليل مخرزات. ايه. بظلام وانا جازف. ايه. والقط واجمع. ما بيهم حليم الجازة هذا الطيب. اها. ولا بيهم شريف وطاهر المرضى. نعم. هاو ما صاروا بالضيج حزام. ايه. ما صاروا بالضيج حزام. حال ما صاروا بالضيج حزام. شلون تريد امدحهم. اكيد. ما صاروا بالضيج حزام. اكيد اكيد. الله الله الله. وصلنا الى ختام البرنامج. احنا وصلنا للختام بس انا اطلب مسيادة المخرج اريد بعد هوس من انور لان ما اخذ استحقاقه بالقراءة. لا مو ما اخذ استحقاقه. زين. لان هو يكتب هوسات طويلة. اه هيجي. اي نعم. استاذ المخرج اريد منك دقيقة. تفضل no. اخر هوسه اخر هوسه يا انور هاي الدقيقه هاي الدقيقه اضافي يقول والاهدان جروح البيه ما جروح البيه ما يشفن والاهدان نعم وبعد ما كض بدي كل شيء اي والاهدان والاهدان النذل ويا الردت رافق اي والاهدان والاهدان, والأهدان كل ظنهم يميل الحمل بيه آه. ابد ما مال عود ولا كسرني الهم نعم حبيه. وانا شبه الاصيل شلون يتلجم نعم الشين يظل ورا ايه. والزين يتقدم الشين يظل باخرها ايه. وعيب يطب لي هالشين يظل باخرها عيب يطب لي هالشين عافية انور الشين يظل باخرها وعيب يطب ليها شكرا شكرا وحبا وتقدينا الى حضورك كنت خير مثل إلى كربلاء وشعر كربلاء أنا ممنون لهذا وجدانك اللطيف وخلقك المهذب العالي حقيقة أنت مثال أن الإنسان يحتذى ويتعلم من عندك كثير الله ما عد شرد عليك فدوى لعيونك الله يسلمك أبو علي شكرا جزيلا الله يحفظك شكرا صدقا الله يحفظك طال عمرك كنت رائع بسمارك الله يسلمك وسمار السواعد هذا الحلو كنت مملوح انا اشكر حضورك تسلم وكنت خير ممثل الى كربلاء وشعراء كربلاء المهاوي انا ممنون الى حضورك شرفتنا شكرا سعداء في وجودكم الله معنا الله يسلمك شكرا يا انور الساعدي الله يحفظك طال عمرك الله يسلمك احبتي المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مراجل انتظرونا باكر في امان الله في امان الله